السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله قاعد تكونوا بخير. هذا تدخل خفيف ظريف. غادي تشوفوا الفيديو تاعي الأول اللي درته عنده 6 شهور في نوفمبر رمضان ولا على حالة هذا الطريق اللي صورتها لكم دروك، وطرقان واحد اخرين. مجيت لياسمين ومجيت جامعة تاع الشيخ سمير، جامع رياض الصالحين. الله سيتي هذيك والطريق وحالة لابوبال في الطرقان. رايت دعوة تسقمت شوية الحمد لله. هذيك رسالة درتها للوالي، بصح مازال كاين في بلايص واحد اخرين مازال الحالة راهي على ما هي، كيما لابوبال، كيما الطرقان، كيما كي يسقموا بمناسبة الألعاب البحر الأبيض المتوسط، ما تسقموش غير الطرقان الكبار. شوفوا الداخل بين لي كارتي، بين المهم هذا تدخل في سبيل الله باش تسقم حياة المواطن وما تكونش مناسبة عابرة لهذه الإصلاحات وهذا. والسلام عليكم ورحمة الله. وبلا ما ننسى لي تروطوار الرصيف اللي ديجاجاوه من البراريك ومن الحواجز اللي كانوا حاطينهم اصحاب الحوانيت. راكم تعرفوا اللي يدير قهوه يخرج 3 قهاوي برا، اللي يدير حانوت تاع خضره يخرج 3 حوانيت تاع خضره برا في التروطوار، والراجلين ما يلقوش وين يتمشوا. هذا مشكل كبير، وما راش غير حي بولفار دي ليون ولا، راه على عده احياء كاع عبر تراب الولايه. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. جمعة مباركة اليوم، رانا وقت الجمعة. بغيت في عجالة واحد الموضوع، بما أن الأمطار راهي تساقط، كاين مشاكل هنا في على مستوى المدينة، وإن شاء الله هذه رسالة إلى الوالي الولاية والوالي الأول على البلاد. راه كاين البالوعات اللي راهم ما عندهمش الغطاء تاعهم، كاين مجموعه راهم يتمشوا بالكوارا هذوك، وراهم يرفدوا هذاك الحديد يخونوه ولا يبيعوه، وتوقع كارثه. كاين ناس توفات طاحوا في هذوك الحفاري هذوك، وكاين كيما نقولوا نقاط سوداء تاني تاع القمامه. هذه رسالة إلى الوالي، مدد بك إن شاء الله الدور كاع على هذه المناطق في داخل الولاية والمناطق النائية، وباش تسميها هذه عاصمة البحر الأبيض المتوسط لازم تستاهل هذه الكلمة. هذه كلمة كبيرة، عاصمة البحر الأبيض المتوسط. رانا نقارعوا في الالعاب الاولمبيه البحر الابيض المتوسط، الالعاب البحر الابيض المتوسط 2022 ان شاء الله. اذا السي الوالي والسي والي البلاد ان شاء الله تسقموا لنا هذه الوضعيه هذه. وكاين بزاف نقائص، كاين بزاف نقائص في الطرقات هادو وفي اشاره المرور كما قلت القمامة، بلايص تاع القمامة، وكيما طرقان كيما هادي. شوف هنا هاد الحي هذا، شوف هاد الحي عنده 10 سنين، 10 سنين هو ماشي معبد، راه حدد مسجد رياض الصالحين هنايا. وكاين بلايص راهم كيما قلت لك البلاء تاع لي زافالوار كيما نقولو حنايا، مقلوع، خطر 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 كبير، خطر كبير. البارح كانت في إذاعة الباهية حصة حول هاد مع المسؤولين، وإن شاء الله كيما نقولو يزيدو يخدمو ويزيدو يسقمو هاد النقاط السوداء هادو، ويدورو ويديرو الفرق اللي تدور على هاد المشاكل هادو، وتشوف الشخص
الشوارع هذه والتروطوارات، كاين تروطوارات ما كانش. وبالمناسبه راني في هذه البلاصه هذه، هذا بولفار دي ليون راه هنا على اليسار، راه كاين التروطوارات كاع داوهم اصحاب الحوانيت، القهاوي لي ريستورون، خلينا نهضروا بيناتنا، داو كاع المساحه تاع التروطوار. الرصيف يا ناس، الرصيف الراجلين ما راهمش يقوون يتمشوا. هذه هي ان شاء الله الرساله توصل باش تكون عاصمه البحر الابيض المتوسط اللي قالها معايير دوليه، معايير عالميه. ماشي انت تمشى دور دوره تلقى مش عارف انا دوار في مدينه، انا على الشيطان. وهذه رساله خاصه، وتلامست كما قالك حسن النيه من الوالي الجديد، ان شاء الله يكون عنده بطانه صالحه، وان شاء الله يتهلوا في هذه المدينه. هذه مدينه كبيره، هي الثانيه على مستوى الجزائر، وان شاء الله ان شاء الله تتنقى وتولي كيما بكري، وخير من بكري ان شاء الله، وان شاء الله بين الرجال المخلصين. هذه هي جمعه مباركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.